بالنسبة للمناطق المتضررة من الزلزال 8 سبتمبر 2026 فهي أغلبها مناطق جبلية تقع في الأطلس الكبير أو في سفوح جبال الأطلس الكبير. هذه المناطق بطبيعة الحال نتحدث عن ناس فقدوا منازلهم، ناس يبيتون في الخيام أو في العراء، مقومات الحياة تكاد تكون مفقودة غير موجودة. تكلموا على مرافق صحية، تكلموا على التدفئة، تكلموا على الكهرباء، على الماء، على الأمور هذه كلها ما كيناش. هي منطقة منكوبة كما صنفت بذلك رسميا في المغرب. الناس يعيشون في خيام ما فيهاش الشروط ديال السلامة إن صح هذا التعبير، خيام غير عازلة للمطر للماء، خيام غير عازلة للبرد. أضف إلى ذلك أنه عدد أفراد الأسرة الذين يتواجدون داخل خيمة واحدة يعني تكون كبير بزاف، لأن الناس ما عندهمش ما يكفي من الخيام. إذن هذه المعطيات كلها في هذا الفصل وفي هذه الظروف ديال فصل الشتاء تزيد المعاناة ديال الناس. شخصيا ليلة السبت الماضي كنت في قافلة طبية في إحدى المناطق المنكوبة بقليل تارودان في جامعة جوجا، وبيتت الليلة هناك. صراحة رغم أنني بيتت في ضيافة صديق في بيته، لكنني عانيت من البرد القارس. فللكل وانا تفكر في الناس اللي بيتين في الخيام، صباح ديال الحد حاولت أنني أتواصل مع بعض الساكنة اللي كيباتوا في الخيام. صراحة ما عينته شيء يدمي القلب، صراحة مأساة. وهذا الأمر هذا ديال المعاناة ديال الناس في المناطق المنكوبة بسبب الزلزال يجب على الشعب المغربي. أردنا أن نقول يجب عليه أنه يعاود يدير واحد الحملة بحال كيف كان دار في الأسابيع الأولى بعد الزلزال، أنه يعاود يشوف هاد الناس بعين الرحمة، يشوف فيهم بعين التضامن، بعين الأخوة. الناس اللي كيباتوا في ديورهم وهما متفيين مع وليداتهم وهما يعني ما كيحسوش بالبرد وما كيحسوش بهاد المشاكل كلها، خصهم يفكروا في هاد الناس، يعاودوا يديروا حملات. وأنا وجه النداء إلى الجمعيات ديال المجتمع المدني وإلى السلطات الرسمية أنها دير وضع استثنائي خاص بهاد المرحلة ديال فصل الشتاء. فكما أشرتم إلى ذلك، فالنشرة الجوية تؤكد أنه نحن مقبلون على مرحلة ديال انخفاض درجة الحرارة، وربما نحن مقبلون على فصل ديال الأمطار وديال الثلوج، فأكيد أنه ستزداد المعاناة أكثر وستزداد يعني الأضرار أكثر بالنسبة للبنية التي تؤوي هؤلاء المتضررين يعني الخيام. فإذا لابد أننا نعودوا نجددوا التضامن ديالنا ونعاودوا نجددوا ديك الهبه ديال الشعب المغربي اللي كانت في الاسابيع الاولى ديال الزلزال. نديروا زيارات لهاد الناس، نجيبوا لهم الفراش، نجيبوا لهم ما يكفي من الخيام ومن الميكا اللي ستعزل عنهم الامطار، من لي باليت ديال الخشب اللي تكون عازله ضد البرد اللي كاين في الارض ومياه الامطار اللي كتكون في الارض. اذا وجهوا هذا النداء من جديد.